الوحدة الوطنية، الخطر على الديمقراطية، الخطر على الاستقلال. الخطر على الديمقراطية بالتغول، الخطر على الوحدة الوطنية بالعودة إلى الجهوية المقيتة، الخطر على الاستقلال الوطني بفتح بلادنا للأموال وترك هذه الأموال تعبث، الخطر على الحريات. نعم على الحريات، اليوم يتحدثون عن الحريات ويقول لك نعم حرية الملبس، ولكن اليوم لا سيدي الكريم، الحرية موجودة أو غير موجودة، وإذا وجدت فهي موجودة بعيوبها وبمشاكلها التي يجب أن نتحملها. حرية الرأي التي تحملناها، هل ستحملونها هم كما تحملناها نحن؟ لأننا ولدنا على الحرية. حرية الرأي، حرية التعبير، حرية الملبس، حرية المرأة التونسية أن ترتدي ما تشاء وأن تكون حرية المعتقد والضمير لمن يؤمن ومن لا يؤمن، وتساوي أمام القانون للجميع. هذه الحريات هي التي انتهكوها على مدة 50 سنة، وناضلنا من أجلها على 50 سنة. نحن أبناء هذه الحريات، ونحن من سيدعم هذه الحريات، ونحن من سنحافظ عليها.